انتم تسمعون في 90 دقيقة. كم نسكل على يفهم. مرحبا مرحبا. شكرا لكم على المتابعة وعلى الوفاء. وتكلمونا على 31 380 1000. تفعلوا معنا على الباج راديو يفهم على الفيسبوك. اي سيدي سوفيان شنحويلك. اهلا وسهلا. صافا لاباس. اي بيه. بعد الخطابات متاع الياس الفخفاخ وقيس سعيد وتطابق او تقاطع كبير جدا في المعاني متاعهم, لي فيسبوكر ولي تويتر وكلهم عملوا حمله لمسانده رئيس الجمهوريه قيس سعيد, وباش يوريو قداش هما داعمين رئيس الجمهورية أمام الحملة اللي جاية من عند دي فيسبوك أخرين اللي هما من الهند وباكستان والنيبال. دونك هذه تنرجع بعد شوية بالتفصيل نفهموا ماذا يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بمساندة رئيس الجمهورية أو عدم مساندته وإبراز الغضب حول ما قاله. عبير موسي توجه رسالة لقيس سعيد تقول له حل الملفات, حل ملف الإخوان, تقول أنها كتلتها ستكون في المعارضة كتلة الدستوري الحر, ولكن ستتقدم ببرنامج استراتيجي اقتصادي لحكومة المشيشي من أجل إنقاذ البلاد. يكون بحثنا زياد غني عن التيار الديمقراطي. نرجع بأكثر تفاصيل على موضوع استقالة محمد عبو وعدم قبول استقالة محمد عبو من عند حزب التيار الديمقراطي, ويكون بحثنا حسونة الناصفي رئيس الكتلة الوطنية بالبرلمان. انتم تسمعوا في 90 دقيقة. سوفيان, البداية باش تكون مع أشتاج لست وحدك. الأشتاج هذايا اللي البارح الأكثر دار برشا على تويتر على الفيسبوك, الناس اللي تساند في رئيس الجمهورية قيس سعيد. الأشتاج هذايا الأكثر ظهر من الصفحات التي ساندت قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية, وهي صفحات كثيرة جدا. لليوم الناس مازالت تتسائل على الصفحات هذايا كيفاش تكونت, شكون وراها. مش هذا الموضوع. الموضوع هو أنه اليوم قيس سعيد يقولوا له لست وحدك. في نفس الوقت سفيان فما صفحات أخرى اللي هي قاعدة تنقد في قيس سعيد. أنا هناك نحكي على النقد, نحكي على الليزيموتيكون, نحكي على الكومنتير, نحكي على فضاء التواصل الاجتماعي. فما شكون جاي يشوف في الناس اللي لي بروفيل اللي قاعدين مثلا يحطوا في وجوه غاضبة تحت خطاب قيس سعيد ولا يكتبوا في دي كومنتير, يلقاوهم دي بروفيل من الهند, من الباكستان, من نيبال. معناه هما مهتمين جدا جدا, الناس هذوما المواطنين أشقائنا في الهند والنيبال مهتمين بالسياسة في تونس وبخطابات قيس سعيد. كان نشوفوا فينا على FM TV تنجموا تشوفوا قيس سعيد بكل لغات العالم لست وحدك, حملة كبيرة. وفما زيدة لي بروفيل. فاطمة حط لنا التصويرة متاع لي بروفيل من الهند على خاطر بالحق يقتلوا بالضحك. معناه الأسماء واضح وصريح, هي يا إما صفحات هذه مشرية كما وقع التصريح بها عنده مدة من عند عتيد يقولوا أنه صفحات, وإلا فما وإلا مشرية وإلا لا لا علش ليه علش ليه مشرية. يكونوا مثلا عنا مواطنين مجتمع مدني متاع النيبال مهتم بقيس سعيد وإلا مشرية. يلا سوفيان شو رأيك؟ ما فماش حل آخر, ما فما حتى إمكانية للتبرير. يعني معناها باش نوريك وضع السياسة التونسية مش هذا بركة. معناها في الحملة الانتخابية شفنا كيفاش الكلام سواء على الصفحات هذه سبونسوريزي وإلا الاستنشاد بمكاتب اتصال دولية, شنو عرقهم, شنو علاقتهم بالصهيونية, ما تهمش برشا الحكاية ان وفلوس كبيرة تصرفت. وهذا ما هو جديد في الساحة السياسية التونسية من 2011 من 2011 واحنا نحكيه على المال السياسي, على الإشهار السياسي, على عدم احترام القوانين المتعلقة بالحملات السياسية والانتخابية, وموثق هذا في تقارير محكمة المحاسبات. لليوم ولا حد تحرك ولا حد طرح الموضوع بجدية. وبالتالي ما نستغربوش بأنه أفغانيين
من بنغلاديش ومن الهند ومن الصين ان يوليوا يساندوا في قيس سعيد لست وحدك، اللي هي تحينا الى غنايه رومانسيه ما نتصورش كيفاش الهنود يفهموها كيفاش، وهي اغنيه لست وحدك حبيبها معناها ما نفهمش كيفاش البنغاليين والهنود يفهموا المعاني نتاع الرومانسيه باللغه العربيه. به واضح سفيان. نذكروا ايضا انه فما حمله كيف نفس الاسم لست وحدك قاموا بها مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء في العالم العربي مرجية وفي تونس الراشد الغنوشي اي وقت أي. وقت موضوع سحب الثقه من من وكراء الفلس تنزل عليهم يتعدوا نفس الفلس هم به توا هيك نشوفوا مشيرة الاخر شنو المشكل لو كان تصير حمله لمستنده رئيس الجمهوريه ذوما ناس تشجعوه ناس امنوا به ناس تابعوه ومازالوا موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي ويراو انه رئيس الجمهوريه اليوم فما شكون يشوف سفيان انه رئيس الجمهوريه موضع استهداف انه رئيس الجمهوريه قاعد يخدم في خدمته كما يلزم وعبر عن ذلك قال انا هشام المشيشي بالنسبه لي هو رئيس حكومه وليس وزير اول وانا اخترته والبرلمان هو اللي ثبته. أنه رئيس الجمهورية ولا كيف كما أي إنسان سياسي قيادي سياسي عنده ناس معاه وناس ضده هذا شيء طبيعي، ورئيس الجمهورية اللي أقل من عام التالي صوتوا له 2,700,000 تونسي أكيد أنه عنده قاعدة شعبية نقول السياسية لأنه ما عندوش حزب هو لكن قاعدة شعبية بتاعه شعبيته كبيرة برشا، وطبيعي جدا أنه فما شكون يعبر صراحة عن مساندته خاصة المساندة سهلة في في شبكة التواصل الاجتماعي تكليكي على فلسة في على تليفونك ولا على الكلافي بتاعك معناها ماكش باش تتعب برشا. المشكل وين؟ المشكل انه نحبوا العباد اللي تساند قيس سعيد والى غيره من الشخصيات، والعباد اللي ضد قيس سعيد والى غيره من الشخصيات كلهم يكونوا توانسه لانه الموضوع هو تونسي تونسي يهم التوانسه فقط وبامكانيات تونسيه بحته وباليات تونسيه بحته. واضح. هذا المطلوب فقط. اي باهي فما نبداو نحطوا هذوما لي بارير هذو فليتنافس المتنافسون. باهي نفس الحمله تقريبا هي زاده تتسمى نحن معك سيدي الرئيس، المستمعين قاعدين يتبعوا فينا قاعدين يمدونا بالمعلومات نحن معك سيدي الرئيس، هذه زاده حمله لمسانده قيس سعيد. باش نختم بسؤال سفيان، هل قيس سعيد حاليا في موضع انه يستحق مسانده؟ هو كل رجل سياسه كل مسؤول سياسي هو راو من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرى هو في حملة انتخابية متواصلة وبالتالي يحتاج إلى أنصاره ومناصريه، هذا ما فيه شك. إما إذا تعني بالسؤال متاعك أنه قيس سعيد في وضعية حرجة اليوم ويلزم مساندته فهذا ماهوش مطروح لأنه ماهوش في وضعية حرجة. معناها اللي صار هو أنه تنقد كيف وكيف غيره ومازال باش يتنقد والانتخابات مازالت 4 سنين مازال بكري برشا باش نحكيو على وضعه صعيب ولا مش صعيب. هذا الكل نحكيو على تبعات الخطاب نتاع قيس سعيد في موكب التسليم والتسلم بين الفخفاخ والمشيشي، الخطاب نتاعو اللي خلى برشا ردود افعال اللي اثار خوف البعض وغضب البعض الاخر، علاش؟ على خاطر قيس سعيد يقول انه فايق بكل شيء وباش يجي نهار وباش يقول لنا على الحقيقه الكل، دونك السياسيين يقولوا له لا قول من توا وانت بيدك البارح
الشيخ سفيان، قلت له سيد الرئيس قولها من توا وما تخليهاش في قلبك، كان فما معلومه قولها لنا وخلي القضاء ياخذ مجراه وخلينا احنا بيدنا نفهموا رواحنا في اي مناخ سياسي قاعدين اون ايفولو وقاعدين نعيشوا. سفيان باش نرجع لك بعد الفاصل وباش نسمعوا مع بعضنا رساله عبير موسي لقيس سعيد البارح في اجتماع عبير موسي تحدثت في برشا مواضيع باش نرجعوا نسمعوها بعد الفاصل. نحكيوا على كتله الدستوري الحر اللي اودعت اليوم رسميا بكتابه المجلس تصريح بتصنيفها في المعارضه وطلبت نشره بالرايد الرسمي للجمهوريه التونسيه. النظام الداخلي للمجلس سفيان، خلينا نذكر شويه بمفهوم المعارضه داخل مجلس نواب الشعب، هو كل كتله غير مشاركه في الحكومه ولم تمنح باغلبيه اعضائها ثقتها للحكومه او لم تصوت باغلبيه اعضائها على الثقه في مواصله الحكومه لنشاطها. اليوم سفيان مثلا نلقاو كتله الدستور الحر والتيار الديمقراطي مع بعضهم في المعارضه. حركة الشعب. اي دينا خديت المسقيه. اي اي صحيح في المعارضه. ما هذه هي وضعيه الساحه السياسيه التونسيه. لانه القرار بتشكيل حكومه نتاع كفاءات غير متحزبه خلى الموجودين الكل اليوم في البرلمان مبدئيا في المعارضه. تبقى شنو؟ تبقى فما معارضه صوتت لفايت الحكومه وفما معارضه ما صوتتش لفايت الحكومه. اما الزوز ما همش في الحكومه. فما اكثر من هكا المره هذه شفناها. فما معارضه تقول انها ماهيش باش تصوت للحكومه ما تعطي الشطر نتاعها للحكومه. كما ائتلاف الكرامه اللي جاء في الخمس دقائق الاخرى طلب رفع الجلسه للتشاور، من بعد دخلوا عشرة منه صوتوا ضد الحكومه كما قالوا من الاول انهم باش يصوتوا ضد الحكومه، وستة منهم صوتوا لفايت الحكومة برفع الأيدي. سختو احنا حبيت نسألك على التشكل متاع المعارضة الجديدة، أتون نرجعوا له الموضوع مع زيد غني نائب التيار الديمقراطي، لأنه التساؤل من المرة اللي فاتت قلنا التيار من المعارضة إلى الحكم ثم يعود إلى المعارضة، كيفاش باش يكون هالانتقال السياسي في الحزب وداخل الكتلة؟ ونرجع على استقالة محمد عبو، لكن قبل عبير موسي باش نسمعوها البارح في اجتماع في المسير لإحياء ذكرى 3 سبتمبر 1934، هو تاريخ اعتقال الزعيم الراحل حبيب بورقيبة من قبل الاستعمار الفرنسي. دونك عبير موسي مشيت باش تحتفل في المسير بالذكرى هذية وتوجهت برسالة لقيس سعيد دعته إلى حماية البلاد عوضا عن التهديدات اللفظية. نشر رسالتنا لرئيس الجمهورية، يلزم تتلو هذه التصريحات الخطيرة إجراءات ملموسة. نحب نشوف التنظيم. حلوا التوسيات، حلوا التوسيات، افتحوا ملف الإخوان، حلوا تونس في أمان، حلوا ملف الإخوان. لا يكفي اليوم أنه يخرج علينا بندوات صحفية باش يحكيوا لنا على تبييض الأموال، لا يكفي اليوم أنه يخرجوا باش يقولوا لنا لو فما شكون يمثل اخترع الأمن القومي وموجود في الحياة السياسية، لا يكفي اليوم أنه وقت اللي تتعاركوا تقوموا تجبدوا المخبل في كربة على بعضكم ونهار اللي تتصالحوا عاودوا ترجعوا تخبيوا على بعضكم. احنا نحب نذكروكم انا الحزب الدستوري الحر، الكلام اللي تقال البارح وكيفوا اكثر منه قلناه منذ سنوات. مشينا للقضاء وطلبنا حلين ملف التمويل الاجنبي، مشينا للقضاء وطلبنا حلين اتحاد القرضاوي والجمعيات المشبوهه، مشينا للقضاء وطلبنا حلين ملف تسفير شباب من بؤر التوتر، مشينا للقضاء طلبنا حلين ملف الاغتيالات. سفيان دونك تطلب من قيس سعيد انه يحل الملفات وملف الاخوان بالاساس. وواضح جدا انه عبير موسي ماهيش باش تتخلى في اللي يقولوا الفرنسيس في الفيلوندور نتاعها اللي لقاتو، اللي هو عليها التعارض والتناقض مع حركة النهضة.
كما تقول هي الخوانجية. معناها لكن اليوم معناها مطالبة رئيس الجمهورية بحلان دوسياتي صحيح، أما في إطار صلاحياته. أيوة. ما تنجمش تكون خارج صلاحياته. كيفاش ينجم رئيس الجمهورية يحل ملفات في إطار صلاحياته؟ معناها أنا كنت يجيبهم المجلس الأمن القومي كما عمل وقتها المرحوم باجي قايد السبسي في علاقة باغتيال شكري بلايد والبراهمي. ينجم ينجم. وانا ما نعرفش شنو هو برنامج رئيس الجمهورية، لكن من الإمكانيات المتاحة ليه أنه عن طريق مجلس الأمن القومي تصير تصريحات تثبت وكذا. أي. لكن هذا فما تبعات أخرى تولي قانونية وقضائية. سفيان سامحني باش نقاطعك، قلت رئيس الجمهورية يجب أن يفتح الملفات في إطار صلاحياته. رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية في تونس لا تمكنه من فتح الملفات. وهنا أنا شو نقولك إذا كان هو جاء ما ينجمش يحل الملفات، علاش يهدد ويلوح كل مرة أنه هو عنده ملفات سيكشف عليها ولا يبعث ملفاته القضاء مثلا؟ لا معناها رئيس الجمهورية أنا متفق معك وقلت من الأول أنه من المفروض الغمز واللمس والتورية اللي يستعملها في خطاباته راي تقلقنا برشا، ويلزم يسمي الأمور بمسمياتها. لكن في تصرفه في تحركه عنده إكراهات متاع صلاحياته كما ينص عليها الدستور، وربما الالتجاء إلى مجلس الأمن القومي هو أحد المخارج. توسنوه لكن في القضية هذه ما فماش رئيس جمهورية كهو، فما كل الأطراف السياسية الأخرى. أنا جايين باش نواصلوا مع خطاب عبير موسي والرسالة التي وجهتها إلى هشام مشيشي. فاصل ونرجو معكم. توا وقت ثلاثة الظهر في مدينة تونس. كملوا نسمه عبير موسي بعد أن دعت سعيد إلى حماية البلاد عوضا عن التهديدات اللفظية وقتلوا حل الملفات حل ملف الإخوان. توجهت أيضا برسالة عبير موسي لهشام المشيشي، نسمه. سيد رئيس الحكومة أنا أقول هاي اللي قلت لك في المجلس وقلت لك في نقاط تشاور وقلت لك اليوم المسير مباشرة. نخلي لك التعليق، يعملوا انتخابات في 2020 الدستور الحر في المرتبة الأولى في 2021، هل هو خطاب لشحن الجماهير والأنصار وإلا سياسيا حسب المعطيات وحقيقة تعتقد عبير موسي أنها ستكون الكتلة الأولى في الانتخابات المقبلة؟ هو كل واحد يدخل في منافسة، معناها ما يدخل ليش إذا ما يتصورش روحه أنه قادر على ربحانها. وعبير موسي بيانسور من نجم نسميها شوفوز دو سال، تسخن في الجو. قدرتها هي تعبة تسخين. وما يلزمش تقف لأنه تطيح التنسيون. دونك انتقلت مباشرة من كملة الحكومة، ما زالت البارح التسليم والتسلم ان مشات طول التصاور والسيلفي مع الإرهابيين، العودة رجعت
لكن في لندور نحكيو عليه الـ الـ وما هيش قادرة باش تخرج على هذا. ما هيش قادرة. واضح سفيان. باش نمشيو توا نسمعوا اللي في بالي اليوم. تقول لنا الدار بلاش كبير كيما الثانية بلا بير. اللي في بالي مع سفيان بن حميدة. اللي في بالي وكما يقولوا جدودنا دار بلاش كبير كثانية بلا بير. يعني ما تنجمش تنتج النعمة والخير وما يطلع منها كان البك وشوك والحشيش الفاسدة. واللي نشوفه فيه في تونس عندنا مدة يأكد أنه البلاد تفتقد الكبير ترجع له وقت الأزمة وكتحك الركايب ويطغى منطق الربح والخسارة على منطق المصلحة العامة. والكبير ما هوش حكاية عمر ولا ما هوش حكاية عمر كهو. الكبير بالأساس هو حكاية كاريزما وأخلاق عالية وعلاقات متوازنة مع الجميع في ظل الاحترام الكامل وقدرة على التقريب بين الناس وإيجاد نقاط التقاطع والالتقاء وقت الناس الكل تحكي على نقاط الخلاف والتباعد. وتونس في أصعب فترات الأزمة وفي أعتى مراحل الاستبداد كانت محظوظة أنها لقات كبارات ما خلاوش البلاد تغرق في العنف والمواجهات اللي مصيرها ما كانش معروف. لقات حسيب بن عمار مؤسس جريدة الرأي اللي كان بيروه في المعهد العربي لحقوق الإنسان يعبي ويفرغ بشخصيات المعارضة ومسؤولي السلطة باش يقرب ما بيناتهم. ولقات الدكتور سعدون الزمرلي الرئيس الأولاني متاع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي وظف علاقاته الشخصية لمصلحة البلاد وفي كل مرة كان يتدخل يحل مشكلة وإلا يتلافى مشكلة. ولقات زادة في المحامين العميد فتحي زهير والعميد لاسر القروي شابي والعميد منصور الشفي والعميد عبد الجليل براوي اللي بشجاعتهم وحنكتهم خلاوا البلاد تصمد قدام الاستبداد. وللأسف بلادنا اليوم ما لقاتش كباراتها باش ينقيوا الأجواء ويرزنوا المتخاصمين ويهديوا النفوس ويجمعوا الناس. وكنا نتمناو أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد يقوم بالدور متاع كبير الدار، خاصة أنه الدستور وطريقة انتخابه وظروفها الكل كانت مواتية، لكن للأسف اختار باش يتبلنجا ويكون وسط المعمعة وطرف من أطراف الأزمة. وكان ممكن أنه رئيس البرلمان راشد الغنوشي يكون هو كبير الحومة كما قالها بتملق كبير عياض اللومي، لكنه اختار للأسف أنه يكون أولا وقبل كل شيء رئيس حركة النهضة وحصر روحه في نظرة فئوية ضيقة. ويريت لو أنه أحمد نجيب الشابي عرف ياخذ مسافة من العمل السياسي بعد 2011، ولو أنه محمد الناصر ظروفه تسمح له. رانا لقينا فيهم كبارات ينجموا يحكيهم على الأطراف الكل ويحترموهم من الناس الكل وقادرين باش يجنبوا البلاد بمقترحاتهم الأزمات السياسية والأخطار. لكن بالرغم من الزمة الحالية باش نواصلوا اللوجو على البير باش نسقيوا بيه الثانية وباش نحفروه بظوافرنا إذا لزم حتى يفيع الماء ونرجعوها تونس خضرة من جديد وتعم النعمة والخير. اللي في بالي مع سفيان بن حميدة. شكرا لك سفيان. امبيل اوماج لبرشا اسماء مثلوا قيادات سياسية، قيادات بمعنى الليدرشيب، الناس اللي تنجم انها ليدرشيب. لا والله يا رب اسمه ليدرشيب. ودايخ سامحوني ما تغشوش كلمة سي ديجا ماهيش موجودة في اللغة الفرنسية. يلا نمر إلى الحوار. انتم تسمعوا في 90 دقيقة.
الديمقراطي شنو حوايجك؟ مرحبا خلود، مرحبا سفيان، تحيه لكل مستمعي فام وشكرا على الاستضافه. يعيشك. مرحبا. رفضت استقاله محمد عبو الذي اعلن عليها وقال انه ما عادش يحب يخدم برشا في السياسه، ما عادش يحب يخدم في السياسه بالكل، قال انه ما يراش في روحه انه ينجم يحقق تقدم ولا اشياء لتونس في المستقبل. اعتبرت انه الخطاب هذاك كان خطاب في لحظه غضب، في لحظه يأس بين ظفرين، في لحظه حس روحه باللي يعمل ما خلطش باش يعمل اللي حب عليه. شوف، يحدث في الحياة بصفة عامة وحتى في الحياة السياسية أنه جي لحظات ونستمع فيها لخطاب معين فيخلينا ما نردوش الفعل بطريقة مباشرة بقدر ما أننا نحاولوا نسترجعوا من الفصل الأول من الحكاية حتى التوا. لحظة اللي أعلن فيها الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو عن يعني خروجه من الأمانة العامة واستقالته وبقاؤه كمنخرط داخل التيار الديمقراطي مثلت لحظة كبيرة للتفاهم داخل التيار، لحظة خلينا نعبر عليها بالمفهوم الشعبي لحظة خشوة، لأنه محمد عبو ما هوش من الشخصية العادية سواء بالنسبة للتيارين وبالبلاد بصفة عامة. هذه شخصية مارست السياسة في أحلك الفترات في تونس، تلقى تعرفوه في المحامين الشبان، يعرفوه في جبهة 18 أكتوبر، عرفوه في قضايا الحيف الاجتماعي 2008، حاضر في التحركات في 2011. هذه مش سهل انه شخصية من نوع هذا من الوزن هذا تقول انا اليوم تونس يعني انا مراش انه قادر على السلاح. هذا اقل ما هو يدفع التيار الديمقراطي انه يخرج بخلاصات مهمة من المرحلة السابقة. هذا مش باش يكون في نهار ولا في نهارين، لما شكون في حديث هادئ. اليوم التيار الديمقراطي الثابت أنه محمد عبو ورفقة زملائه نجح أنه يكون حزب مستقر، حزب عمل زوز مؤتمرات، عمل عملية انصهار نموذجية، حزب عرف توازن في البرلمان وكتلته سواء الوقت اللي كانت بثلاثة أو اليوم ب22 فما حالة من الاستقرار. بيذهب زادة في ضمن عام إلى المؤتمر نتاعه القادم، عرف زوز أمناء عامين، بالتالي هذا الحزب يبدأ أن يعالج تلك اللحظة يحدث داخل المجموعة أنه شخص يرى أنه الأفق يعني بلغ منتهى، وخصوصا أنه هو للأمانة داخل التيار هو من أكثر الشخصيات خبرة في هذا المجال. بالتالي إحنا مش نعالج المسألة معالجة هيكلية، مش نقرأ كل كلمة، مش نقرأ كل كلمة قالها الأستاذ محمد عبو. الموضوع ما هوش موضوع متاع ظرفي متاع استقالة يعني أمين عام لحزب، لا، المسألة بالنسبة لنا أكبر من ذلك. وسندرس كل اللي قاله خصوصا في الخلاصة اللي ذكرها، خلاصة التجربة متاعه الثانية في الحكم في تونس وما كشف عنه في الندوة الصحفية. يبدو لي هذاك السيد باش نركز عليه اللي نواصل تلك الرسالة والمسار الإصلاحي اللي انطلقنا فيه. من خلال الاستقالة اللي قدمها محمد عبو، نحب نسأل على الحالة الصحية النفسية متاع حزب التيار الديمقراطي. نعرفوا أنه وقت اللي زعيم وإلى أب مؤسس في حزب يبدأ حسينا اللي فما نوع من الخدش الجرح شوية هكا. هل الحكومة متاع المشيشي مرورها أمام البرلمان باش تاخذ الثقة وكل المحاورات اللي صارت تقبل والقرارات والأحزاب ورئيس الجمهورية أكل خوذة هذيك الكل مثلت تروماتيزم بالنسبة للتيار الديمقراطي؟ أي استعملت بالعاني، استعملت الليكسيك الكل في علاقة بالأمور النفسية، خاطر هكيك احنا خذيناها من الأول الديكلاراسيون تاع محمد عبو. شوف، فما جانب معين في العمل السياسي في تونس ما انتبهنا لوش اللي هو الجانب النفسي. السياسة صحيح هي من المفروض علوم وقراءة ومنطق واقتصاد واجتماع ومنطق دولة إلى آخره، لكن الإنسان يخوضها بذاته وفيها الجانب الذاتي. وقت اللي نحكيو عن الجانب الذاتي فأكيد الجانب النفسي موجود، وأنا رأى أنه فما حالات اضطراب كبيرة جدا داخل المشهد السياسي، وبعض التفاعلات هي أساسها بأمراض نفسية وعلوم النفس يحكيو راهو في العالم السياسي. وقت اللي مثلا نحكي على شخصيات في الإكستريم مثلا هتلر في وقت معين يحكيو معناتها كيفاش كان طفل وكيفاش الاضطرابات النفسية خلقته، وحتى زعماء كانوا موجودين في تونس، وأنا لا محالة يعني اللي عدم المس بصورتها العامة إذا ما نعرف أنه شخصيات وزنة في تونس وعملت سياسة في تونس في مستوى معين وبدراية كبيرة ياسر وكانت تعيش في اضطرابات نفسية على مدى عقدين من الزمن. يعني مش نحكي على شخصيات، نحكي على بالضبط. نفسية بالضبط. الحزب باش نرجعلك توا، باش نرجعلك، باش حبيت نقول لك انه احنا بالضرورة بالعكس احنا نتفاعل بشكل جيد. على كل حال انا قلت لك اللحظة الان في التيار الديمقراطي هي لحظة التفهم، لحظة عقلانية، محاولة استخلاص الدروس، ماناش في منطق الجرح السياسي. الخشوع قلت بالضبط، وهذا كله علاش الخشوع والتفهم؟ لانه احنا في منطق
الحقيقة يعني أن يمكن أن نجتهد يمكن أن نخطئ، لكن في التيار الديمقراطي هنالك رضاء تام لسببين اثنين، لأنه هنالك اجتهاد واسع دخلنا على تغيير الواقع وهذا ما نجحنا فيه في 3 وزارات ومن بعد نرجع لك، وثاني حاجة هنالك رضاء تام لأنه كل القرارات اللي خذيناهم ما كانتش من خلال تفرد بالرأي من كانت مؤسسة جماعية، وهذا علاش الديمقراطية التشاركية داخل الحزب هي أحد الضمانات متاع الاستقرار متاعه. اليوم داخل التيار الديمقراطي فما حتى حد ينجم يقول ذلك التجربة جرنا لها فلان أو أصيغت البيوت المغلقة، أخذناها بطريقة هيكلية وسنعالج أول حاجة باش نحاولوا نبنيوا على الإيجابيات فيها، وإذا كانت صارت فيها سنعالجها بنفس الطريقة. في نفس الندوة الصحفية اللي حكى فيها على رغبته في مغادرة الحياة السياسية محمد عبو كشف على العديد من الملفات، فما منها اللي جاري التحقيق فيه وفما اللي خلط له، وقال مثلا بدي يرجع تكلم للناس، قال لهم فما ملف متاع سلاح جاني، أنا قلت للوزير الملف هذا لازم تكون فيه ناس موقوفين خاطر هذا دم وتم تعريض عبيد للقتل، الملف يخص أصلحة فاسدة، كعتيت المعلومات وما صار شيء في الملف، أحلت للقضاء مع الاختبارات، زيادة وزير الداخلية وزير وكيل الجمهورية كانوا على علم بهذا الملف وما صار فيه حتى شيء. هذه أنا قريتها باش نقول أنه راهو حتى المعطيات الأخرى اللي تقالت في الندوة الصحفية راي بهذه الخطورة، تحدث عن حركة النهضة، على شبه تبييض الأموال عند 5 نواب، تحدث على قنوات تلفزية. نحب نسمع مع بعضنا عماد الخميري النائب عن حركة النهضة، كان بحضرنا البارح وعطى رأيه في الطريقة التي كشف بها محمد عبو على المعلومات هذه كل. مهتم بالمضمون، مهتم بالطريقة. أنا سألته قلت له سياسيا كيفاش تراها الحكاية، أعطونا خلي لكم بعد الوقت للتعليق، تفضل. الأصل في الفاعلين السياسيين لا تحكمهم ردود الأفعال، واللي يبدأ عنده المصداقية الكاملة، مصداقية الكاملة، ما يلقيش بتهم وما يلقيش بما يسميه هو ملفات في لحظة مغادرة. شكيت هذوما في لحظة كان على سيد محمد عبو وهو في الحكم وهو في المرحلة الأولى في الشهر الأول في الشهر الثاني في الشهر الثالث، إذا كان تبين له هذا وخارج كل المعادلات متاع العلاقة بالنهضة والعلاقة بمكونات سياسية أخرى، أنه بصورة مبدئية يقول هاو الملفات هذه موجودة. كنت في فرد حكومة سعيمات. شو معناه في فترة تضامن حكومي. هذا هو في فترة الحكومة، في فترة الحكومة يلزمنا نغض الطرف إذا كان فما ملفات فساد نغض عليها الطرف، معناه هو دخل في اللعبة بهذه الطريقة. هو دخل في منطق أنه والله إذا كان نحن في الحكم نعملوا معناها الزبونية ونحاولوا نحميه الفساد والفاسدين، ودخل في نفس المنطق اللي هو عاش لسنوات وهو في المعارضة ينتقده ويعارضه ويبني حالته الحزبية وحالته السياسية على منطق الاستثمار في ملف اسمه مكافحة الفساد ومكافحة الفاسدين. أنا نقول على الفاعلين السياسيين أنهم يلزم يتحلوا بروح المسؤولية وأنه ما يحتكموش لمنطق ردود الأفعال. زيد غني النائب على التيار الديمقراطي، كنا نسمه في عماد الخميري النائب عن حركة النهضة، علاش ما تكلمش محمد عبو كي كان على رأس الوزارة وفما الشيء هذي الكل بهاته الخطورة عنده في الوزارة، علاش ما تكلمش؟ يا سيدي احنا عنا كل النوايا السيئة في العالم ونتاجر بمقاومة الفساد ونعملوهم الكل، وكي نخرجوا كي ندخلوا ننضامنوا مع الفساد وكي نخرجوا نتفاهموا معه بهشك يجاوب على الاتهامات ساعة قبل. يا اخي توا شنو السياسة في تونس اليوم؟ يا اخي توا الناس هذه معناتها باش تحاول تصيغ معنا فكرة ولا باش تحاول نقاوم حاجة نناقشوها ولا معناتها شخصيات باه. قل انا شخصيا يتوجه لي عبد بمعرفش بتهمة بأي تهمة خطيرة في العالم، نجي نقول له انت عندك نوايا سيئة، نجاوب على التهمة ومن بعد نجم نوجه لي كل به ونوليش انا طبعا مش ندفع على التيار الديمقراطي. سيدي فسر لنا شنو علاقة حركة النهضة في ملف متاع تبييض الأموال والسيطرة على تي بكري الشعب البنغالي الشقيق اللي كنت تحكي عليه معناها في فكرة البروفيلات وكذا، هذاك ملف زاد كيف كيف يا أخي التمويل مش مازال فيه هو شو اسمه الفيسبوك والتواصل الاجتماعي خلقا رائعة، يكتب ستاتيو يضحك معناتها فكرة ما عندها حتى معنى الأساس، قاعد فيها 6000 جنيه يهتموا بها يعني الأشقاء في داكا عاصمة البنغلاديش ويخلقوا رأي عام في تونس. اي منين وهذه بلاش فلوس، بالتالي احنا قاعدين نلمسوا فيها على الأشقاء في بنغلاديش قاعدين يعبروا على محمد عبو وغازي الشواشي والتيار الديمقراطي انتهازيين باش هكا. ما جاوبنيش زين، ما جاوبنيش. لا ما جاوب على التيار. شوف لا مش تجاوب على التيار، هو يجاوب بلوتو. انا كان جيت معاك انا كان سيد النائب تفضل. هي امور منهجيه. اي عبد اخر راهو بخلاف عباد الخميري ولا اي نائب من حركه النهضه يقول لك لماذا لم يكشف محمد عبو على
هالخنار هذي الكل كي كان في الوزارة. أنا قلت له لأنه بالك شي فما تضامن حكومي، لأنه كنت في نفس الحكومة، من نجمش يخرج يقول راهو حركة النهضة شريكنا اليوم في الحكم اللي قاعدين نجلسوا على نفس طاولة مع نفس الوزراء نتاعهم، راهم عندهم هذي الكل. مثلا أنا نسأل أي معقول علاش علاش ما نشوف ساعات الأسئلة تكون سخيفة. فانه لا اكثر من اكثر لا مش سؤالك مش سؤالك لا عفوا الاسئله اللي علاش تكلم توا هما اقترحوا العمليه انه قالوا علاش تكلمنا توا نجم يكون السؤال في هذا المعنى سخيف ويغطي على عمليه اكبر. هو السيد وجهته تهم تهز معناتها البلاد في منحة معين والناس قاعده تلامس فيها العمليه هذه وتلاحظ في التاثير. جاوب على هذا يا ساعه باه ما جاوبتش فهمنا علاش ما جاوبتش خاطر ما عندكش اجابه. توا انا باش نجاوبك على موضوع التيار الديمقراطي خاطر مش هارب منه انا سؤال بل بالعكس. التيار الديمقراطي وقت اللي يكون موجود في اي عمل شخص يدخل يخدم في اي شركه في لحظه معينه باش يغادر يعطي البيلون تاعو. هذايا اللي عملوا قبل ما يتوجه به للراي العام محمد عبو توجه به للهياكل المعنيه واشتغل بطريقه مؤسساتيه وتوجه للوزير الداخليه وتوجه للقضاء وقام بالعمل نتاعو اثناء مهامه في صلب مهامه ولم يجعل من مقاومه الفساد دوسي اعلامي ودوسي اتصالي وحرب اتصالية لأنه بالفعل ما حشتوش باش يستثمر في موضوع مقاومة الفساد. وبالله فرد مرة سعي مد الخميري راهو شخص معين يقول لك راني سكرت الباب ومعناتها وراكم وراهو المشهد السياسي. شخص معين يقول لك راهو تعيس نسبب معناتها اللي كنت تحكي فيه لعدم إجابتك على الأسئلة هذه لعدم التفاعلات الجدية وغيرها. بالله حاولوا على الأقل من بين الأسباب اللي نجم تلقوهم له إلا هو يستثمر سياسيا لأنه الراجل قال لك مشهدك السياسي والشيء اللي قاعد تعمل فيه والمستنقع اللي قاعد موجود الان في تونس بحكمه بمورا عارضت وراني مشيت. انا شخصيا ما نختلف معه، نعتقد ان تونس دائما وابدا فيها قدره على الاصلاح والنجم نصلحه، لكن اتفهم موقفه ونقول لك في لحظه تفهم، لكن في نفس الوقت حاولوا تجاوبوا على المسائل هذه وباش نفرض عليكم الاجابه. والملفات هذيك مش تبقى في ندوه صحفيه وباش تجي للبرلمان وسيقع الحديث فيها. قبل ما كنا في المعارضه نقولوا راه فما مشاكل، دخلنا للسلطه في 6 اشهر ولمسنا تلك المشاكل مشاكل بل اكثر من ذلك حاولنا معالجتها فوجدنا مقاومه من جميع النواحي وتلك الملفات ستكون دندان المشهد السياسي مستقبلا في تونس. معناها اليوم المعارضة مرتحتكم باش رجعتوا للأصل الفكر نتاعكم السياسي أنكم تكونوا في المعارضة كتيار ديمقراطي. بلغة أخرى الحكم ما واتكمش. هو راهو كسول كيستيون واتا وما واتاش هذه مسألة نتاع ذوق كل واحد كيفاش يرى. لكن احنا قلت لي كان دورنا في الحكم قمنا به. يعني قلت لك احنا في الحكم نقول لك شبيك ساكت يا سيدي الكريم راني انا نفعل في وسط العمليه السياسيه وهاني جيتك بعد 6 اشهر خلقت من وزاره املاك الدوله كما قلنا وزاره اقتصاديه وفرضنا أن تكون عندها منهج اجتماعي وفي خيارات معينة خيارات جدية كنا نجم يقع انتقادنا عليهم من أطراف أخرى، لكن كانت لدينا الشجاعة أن نقول هذه الوزارة لازم تصبح وزارة اقتصادية. اقتعنا في وزارة التربية مع التشغيل الهش وقلنا انه هاك المعلمين النواب والطريقه هذيك مدرس باش يدرس اجيال قادمه راهو عنده الاولويه انه يتوفر له الحد الادنى باش يمارس المهمه النبيله الا وهي مهمه تعليم وتدريس الاجيال القادمه. وثلاثه في وزاره الوظيفه العموميه بخلاف المواضيع هذه الخطيره اللي حاولنا نشتغل عليها والفساد السياسي اللي حكى عليه محمد عبو في حملته الرئاسيه واللي وقت اللي كان وزير الوظيفه العموميه حاول يشتغل عليه اكثر من هكا تعصير الاداره. بالتالي الحكم ما نعرفش كان وقتنا ولا ما وقتناش هكا من بعيد كيفاش يظهر، لكن نحب نقول لك اللي ادينا واجبنا عليه وراضين على انفسنا. وفي نهايه الامر كيف زاده باش نكون واضح وموضوعي مع انفسنا قبل باش انه محتاجين زاده اونتيغ دي كونكلوزيون في علاقه باش تكون باطراف سياسيه يبدو لي انها انتهت حلول الارض معها وغير قادرين ان نبنوا معها اي شيء. باش تعملوا لها حلول شنو تو؟ احنا لا سنبني مشروعنا في تمايز واسع معاهم وفي نظرة اخرى واضحة. فاصل وراجعين معك زيد الغني تعني لكم في 90 دقيقة. مرحبا بكم ناس الكل. زيد الغني نائب عن التيار الديمقراطي مرحبا بك مرة اخرى. نعطي الكلمة لسفيان بن حميدة. بي سيد غني انا تضامنا مع زميلتي خلود المبروك ومع برشة توانسة سوف أصر على أن أكون تافها في أسئلتي. أحمق
احمق واحمق واللي تعب علي. لا 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 سخيف لا 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 سخيف احمق. الأسئلة متاع السيد عماد الخميري مش عليا مش عليا على النائب زميله. انا مثالش انا قلت لك يدافع عليك قبل هذه في اطار انا نقول انا نقول انه فما صفات للقيادة السياسية من صفاتها هي الهدوء وبرود الأعصاب وعدم رد الفعل والقدرة على مواجهة الأزمات، فما إدارة للأزمات. هذا الكل ما شفناهش في استقالة، في إعلان استقالة محمد عبو من العمل السياسي. شفنا رد فعل، شفنا اللي شفناها أخطر هو أنه للتذكير باش تواسى تعرف أنه ما هوش أول مرة يعملها، أي أنه هذا أن كاركتير بيرمانون عنده عدم القدرة على مواجهة الأزمات. عملها في 2012 ما نساوش، وقعد نفس المدة تقريبا وخرج من الوزارة نفس الوزارة، وعملها في 2020 قعد نفس المدة لكن خرج للضرورة. وفي المرتين في 2012 كما في 2020 قال ما خليونيش نخدم للندوة الصحفية الأخرى، قال راهو ما خليونيش نخدم. الفرق الوحيد ما بين 2012 و2020 هو أنه محمد عبو في 2012 قال في الندوة الصحفية متاع إعلان الاستقالة، قال أنا كي باش نخرج بعد ما نخرج توا نعطيكم الأسباب والدوسيات اللي قعدنا لتوا نستناو فيها. في 2020 أعطانا دوسيات لكن في وضعية معيبة. علاش؟ أو نعطيك سبب ظريف. هات دوسي تضار بالمصالح، دوسي تضار بالمصالح الهيئة الرقابية أعطاته الدوسي، هو يقول من ينزيد عليه في عد شيء، أعطاته الدوسي نهار 12 أوت، قال أنا ما اطلعت عليه إلا نهار 27 أوت، وفي يوم 28 قدمت الدوسي للنيابة العمومية. السؤال هو دوسي في الحجم هذاك يبقى 15 يوم، علاش؟ ثانيا أنه كي قدمت الدوسي للنيابة العمومية أي أنك تعتبره خطير نهار 28، إش بيك قعدت لنهار 3 في الشهر باش أنك ونهار 2 في الشهر باش أنك تعلن عليه؟ علاش ما أعلنتش عليه نهار 28؟ علاش زعما على خاطر حبيت تستنى نتيجة التصويت متاع البرلمان وتتأكد أنه ليس الفخفاغ باش يغادر الحكومة ولا مازال؟ هذا الدونك اللي نحسبه عليه. خليه يجيوب هكا راهو باش نضيعوا في الافكار. لا نخليه يجيوب. دونك فما مشكله الحقيقه، قاعد نحاول نجمل في فما اربع اسئله توا. اربع اي جوستومون اربع اسئله نبداو محمد عبو كل مرة يخرج يقول ما خلونيش نخدم، المرة ذي عنده صلاحيات أكثر من المرة الأخرى. هو سي سفيان نحكي على الزعيم السياسي ومواصفات الزعيم السياسي، وانا كان شويه نعرفك شويه تاريخ، وبين الزعماء تختلف معاهم تتفق معاهم، انما عليه اجماع عالمي دولي. شارل دو غول، شارل دو غول ربح الحرب ورجع فرنسا، وعام 46 سكر الملف وخرج، ورجع بعد 12 سنه، 46 خرج عام 58 وقعد 10 سنين في السلطه، وعاود خرج مره اخرى وقال جو ريست على ريزيرف دو لا ريبوبليك، ومن بعدها بعام توفى عام 69. هذا عليه اجماع، ربح حرب عالمية ثانية في وضعية استثنائية، بالتالي المواصفات متاع الزعماء السياسيين تختلف، وبعض الزعماء السياسيين قيمتهم من قيمة المصداقية متاعهم، وقت اللي يرى في روحه أنه من غير قادر في وضعية معينة أنه يصلح فأنه ما يقعدش لمجرد أنه لازم يقعد. وإحنا أزمتنا السياسية في زعمائنا شبه زعمائنا السياسيين
انهم صفر اضافه مع ذلك متشبثين ببقائهم في كل المناصب. هذه نقطه سياسيه عامه. نرجع تو الموضوع نتاع الخروج نتاعنا من السلطه وما قام به محمد عبو وبالاساس موضوع نتاع تضارب مصالح. اول حاجه محمد عبو شد مقاومه شد الوزاره نتاع الوظيفه العموميه ومقاومه الفساد اشتغل على زوز ملفات عمرها ما وقع الاشتغال عليها. الموضوع نتاع الهيئات الرقابه اللي تعاملت في علاقه بوزير زميل وهذه اول مره سابقه اولى تصير وينشر ذلك التقرير ولاول مره، ثم في نفس الاطار يقدم قضيه بزميله في علاقه بموضوع نتاع الكي 5 وفي نفس الوقت يقع يعني متابعه العمليه من الوزاره يعني الوظيفه العموميه. اي اما قال اما صرح في حينه انه تو هذا وقته باش نقعدوا نحكيوا عليها الاكسيدون هذا. هذا قالوا له الاعلام معناها شوف ناخذ تصريح قالوا صحافي قالوا هذا وقت وانا عندي 300 واحد قاعد يموت بالكورونا جاء قال تاع كي 5 وبعد مزور تبعه بس انت تعتبر عادي. علاش علاش زيد خني علاش معناها الناس يمكن تستنى انك تقول اكراهيه الحكم راهو الحكم نعرفوا واعيين وانت تعرف اللي فيه اكراهيه اكراهيه الحكم واللي قلته انت هذاك هو ما عندكش انا قاعده جوست اكراهيه الحكم كران هذا ديني كبير برشا ديني كبير برشا معناها انه ما يحكيش على الكي 5 ومن بعد كاليس الفخفاخ حتى نشوفوه تضارب مصالح انه الكمامات ما ترتقيش الى تضارب المصالح مروا علينا اي مسج هو بالي واسع ما حتى مشكله. هو وقت اللي نوصل نفسروا ما بين تبرير وضعيه معينه وما بين توضيح مسائل راهو فما زوز اختلافات بعد على بعض. مقتل جينا نفسر في موضوع نتاع تضارب المصالح اللي هو مفهوم جديد على المشهد السياسي جري ما هنا في فرنسا في 2014 وفي تونس في 2018 ونحكيوا اللي هو وضعيه والفساد او شبهه الفساد موضوع ثاني. اتهمونا التوضيح هذا بانه تبرير لعمليه معينه كان جينا باش نبرروا راهو ما نشرش محمد عبو كما وعد كذلك لاول مره هيئه الرقابه تنشر تقرير في عرفها يعني بين ظفرين وتنشر للعموم وكان هذاك استناد للساحه السياسيه كامله لادانه السيد ففخر رغم انه تقرير اولي. ثم في التقرير النهائي يحيلوا على القضاء يظهر لي في موضوع تضارب المصالح وفي موضوع التغطيه بالدوسيات عدينا العيب يعني بالمنطق المصري عدينا العيب في العمليه هذه. تبقى اليوم انه هنالك خيارات سياسيه كانت خالطه كانت صحيحه الدخول للحكم مع اطراف كنا نعتقد انها مورطه وانه غير لن تقبل عمليه الاصلاح وستكون صد منيع وستسقط هذه الحكومه. هذا زاد كيف كيف وقع كان يمكن قراءه هذا منذ وقت مبكر. علاش ما تكلمش في حينه هذا السؤال المحوري هذا و و و انا نشوفه كل تجرد او بكل تفاهه كلام عماد الخميري فيه بعض الصحه وهو ان محمد عبو دخل في لعبه اكراهيه السلطه وهذا اللي خلى صوره التيار الديمقراطي اهتزت فعلا في الراي العام. الرأي العام البنغالي ولا الرأي العام التونسي فما زنوي يعني. لا أنا فما شوف السيد رئيس الجمهورية أنا ما نفهم كان الرأي العام التونسي حتى تو فما مظاهرات راه في دكة أنا بالنسبة لي أنا باسبوري تونسي بطاقة تعريفي تونسية وما عندي أكن البلاد هذيا ومانيش نعرف وما تهمني وما لا ماهيش شخصية لا ماهيش شخصية أنا الرأي العام خارج تونس البنغالي وغيره ما يعنينيش بالكل فهمت. انا يعنيني تونسي من بنزرت البنغردان. المثال الاكثر ان نعتبره معناها صراحه في المشكل نتاع اكراهيه السلطه بالنسبه للتيار كان شخصيه ساميه عبو اللي اعترفت عندها نهارين انه ارتحنا من الحكومه استرجعنا حريتنا وكنا مقيدين بوجودنا داخل الحكومه. باش نرجعوا بعد الاخبار للاجابه على السؤال هذايا دونك الاخبار ونرجعوا.